بص صراحة يعني أول واحدة كنت عندي بتاع 3-4 سنين، مش فاهم نص الكلام، بس يعني أخويا كان هناك ف يعني كان رضا ف اتبسطت. بس التاني اللي اتفرجت عليه وأنا بصراحة حبيته قوي برضه. مبروك، يعني بقاله كام سنة بيشتغل على فيلم، ويعني إن شاء الله الفيلم يطلع حلو قوي. أنا شفت كام حتة قلت حلو. والله اكشن والكوميدي، يعني بحب الاثنين. ايوه ايش يعني، ايوه ان شاء الله الفيلم اللي جاي. هو قال لي، انا قلت له طب ايش، انا عايز برضو اسمه ايه، عايز اشارك في الفيلم. رضا صراحه عشان بحب رضا اكتر واحد، فيعني بحب التمثيل، ويعني لو كوره ايش طب برضه، يعني بموت في الكوره، بس تمثيل دلوقتي عايز اخلي نفسي في التمثيل. ماما بتصعب عليا، بس يعني بموت فيها الصراحة، عشان ماما يعني على طول بتساعدني في كل حاجة. ف على طول بتقولي انت صوتك حلو، بس يعني مش بحب اغني. لا مش بحب لا مش قوي صراحة، يعني هي ماما، يعني كل حد بتقول، يعني أم ماما على طول بيقول أنت صوتك حلو، بس يعني عادي. دلوقتي يعني الحمد لله في مكان دلوقتي مع المدرسة، بيعمل حاجات، يعني بيعمل ديبيتنج في أذربيجان، ويعني يعني صراحة الحمد لله، يعني الحمد لله اللي هو واصل كده. شكرا.